There are three modes of modulation schema. عندي ثلاث أنواع من المودوليشنز. أول واحد هو الـ ASK، الثاني الـ FSK، والثالث هو الـ PSK. أنتم أنا بفهمكم اللي هي عملية الذكر لهم، لكن إذا بدنا نفوت فيهم بالتفصيل، كل واحد فيهم عبارة عن مادة. إنه الـ Amplitude Shift Keying، الـ ASK، أو الـ Frequency Shift Keying، الـ FSK، الـ Phase Shift Keying اللي هي الـ PSK. طبعا هذه بتهم جماعة هندسة الاتصالات بشكل أكثر، بدنا نفوت فيهم بالتفصيل. لكن احنا بهمنا انه انواع الموديليشنز المستعمل على الكيبل مودم اللي هو السي ام. اذا في عندي ثلاث انواع اللي هي الامبليتيود الفريكونسي والفيز. الامبليتيود اللي هي بتعتمد عندي على القيمه بتاعت السيجنال نفسها، الفريكونسي بتعتمد على التردد بتاعت كل سيجنال، تمام، والفيز بتعتمد على اللي هي الازاحه الزاويه، انه قديش مثلا في فرق ما بين كل سيجنال والاخرى اللي هي الفيز شيفت.